ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهو جبريل وهي ركعتان محكمة. أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت الصلوات المفروضة فرضت ركعتين، فزيدت في الحضر وبقيت على ما هي عليه في السفر، لكن هذا في الرباعية، في الرباعية، لكن عندنا صلاة المغرب كما هي، صلاة الفجر كما هي. نعم، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن قصر الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء. نعم.